السلام عليكم everybody. اليوم نجيت لكم فيديو جديد على قناة Dream Channel. اليوم رح يكون معي أخويا في الفيديو. كما قلت لكم في الفيديو اللي فات رح نلعب لعبة تعالى وخيروك. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش ديروا سبسكرايب واشتراك يعني باللغة العربية اشتراك, متنسوش تخلو كومنتات يعني تكون مليحة في صندوق التعليقات. و let's go. انا دوكا راح نقول لكم اللعبه هذه تاع لو خيروك كيفاش دايره. دوكا حنايا عندنا زوج اسئله, يعني السؤال الف والسؤال با, ودوكا انايا كنخير على حسب شخصيتي يعني انا واش نحب. ومن بعد ندير كل مره ندير اسكو ا نكتب, انا دوكا نكتب ا الف نكتب الباء, من بعد نحسب قداه المره درت الف قداه المره با, ونشوف راح نشوف في النتيجه شخصيتي كيفاش راهي دايره. واللي حاب يلعب اللعبه هذه نقدر نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. هاي يونس قولهم هاي. هاي هاي يونس معايا. دوكا يونس تقدر تسقسيني اسئله. اوكي هولي سقسيني. سقسي مليح ها مافيش ينعذبك. هي اسئله شويه صعبه يعني قالوا بلي صعبه في الفيديو والله اعلم. ايوه هل انتم مستعدون؟ مستعدون. هاي هاي كابتن نروح. انت قولي وش من الف وباء. اي ألف بين العيش وحدك في جزيرة كبيرة منعزلة مع أكبر درجات الرفاهية, أو بي وبين العيش في مكان قديم ولكن مع أصدقاء المقربين. عيش في مكان قديم مع أصدقاء مقربين. روحي بي واحدة. يعني صح الرفاهية مليحة بصح الأصدقاء خير. صح. لو بقاء ذاكرتك ولكن العيش وحيد. بين فقدان ذاكرتك والعيش مع اصدقائك واقربائك. انا نخير فقدان الذاكره بقاء الذاكره بصح نعيش وحيده, خاطرش الذاكره تاعي ما غاديش نستغنى عليها, لازم نعرف شكون هما الناس. اوكي ماشي. هي ندير ثاني وحده. نروح تزولي على عيني يبان احمر باسك الفلاش. الله غالب لازم نديروا الفلاش وكان نجي الظلمه. السؤال الثالث. الف تناول تناول اللحوم طوال حياتك. او بي بين تناول الخضار والفاكهه طوال حياتك. انا ندير الخضار والفاكهه بس ما نقدرش نستغنى عنهم. نقدر نستغنى على اللحم. العكس انا ندير اللحوم. انا خلاص معليش المره الجايه ندير لك تايا. الفيديو الجاي ندير ليونس, يعني تقدروا تكومونتي وتقولوا لي اسكو ندير ليونس ولا لا. هيا روح. الف بين روحي بين رؤيه الاشباح فقط او سماع صوتها فقط. رؤية الأشباح ما نقدرش نسمع صوتها, نخاف أنا. صح لو كان نسمع صوت شبح وما نقدرش نشوفه كيفاه داير نموت بالخلعة. وش من هذه أ ولا بي؟ أ أ بين رؤية الأشباح. ألف شوفي الصورة شحال تخلع تاعها. شوفوا. ألف بين القدرة على سماع أفكار الناس أو بي القدرة على العودة في الزمن للخلف. عندي القدرة سماع افكار الناس باش نحوس نعرف واش يقولوا ليا. طيب روحي. الف راه الف. هاي يما راه السؤال التالي. الف بين القدرة على الاختفاء او القدرة على الطيران. قدرة على الطيران نقول لكم عليه. نحوس نروح نطير نروح للمدينة اخرى, يعني ديجا نحوس نصور. تروحي لأي بلاصة ايه نقدر نروح لجزر المالديف. نقعد غنطير نطير 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 نلحق جزر المالديف ونعاود نرجع نضرب فيها تي بحيرة في جزر المالديف. الف بين ان تعيش 5 دقائق في الماضي او ان تعيشها في المستقبل. تعيش 5 دقائق في المستقبل. في الماضي باش نروح زعما ندير تاع البكالوريا نشوف الأجوبة تاعي, نروح ندير ننجح في الأجوبة تاعي ونجيب 20 على 20, بعد ندخل مدرسة عليا وكاني بخدمتي وشهريتي. لا لا بصح هو كي قالك تعيش في الماضي قالك نقدر نبدل الماضي. نقدر نبدل لا لا قالك تعيش في الماضي مش تبدل في الماضي. كتعيش فيه تروح تكتب تبدل. قادر دير حاجة ليه تروح تعيش برك بلا فايدة, لازم نروح فيد. هيا رانا في الأ, رانا مطولين في الأ. هيا روزي هي مبروتشي في الأ. هيا ديري شوية بي. هذه اختياراتي. هيا روح دقيقة برك. أروح بين ألف بين 5 ملايين دولار أو بين بي أو 5 ملايين لحظة سعادة حقيقية. 5 ملايين لحظة سعادة حقيقية باش نروح نقولك شندير فدير.
على بالي بلي هادو 5 ملايين سعاده حقيقيه حيعطوني فيهم دراهم، مادام كاين سعاده كاين دراهم، بصح الدراهم بلا سعاده ما تجيش ما تعودش فرحان. لا لا قال لك لحظه سعاده مش انت تشي دراهم، معناتها في السعاده يعطوني دراهم، في السعاده يعطوني دراهم. معليش خيرنا البي مالي المره دي درنا البي. هيا زيد سقسيني روح دوك شو مسؤول انا فيه ماكش عارفه دوك نشوف دوك نشوف الف ان يقدم لك شخص اخطا في حقك اعتذار، او بي ان يقدم لك شخص اخطا في حقك اعتذار، هاي او بي بين الاعتذار عن خطا اقترفه. انا اقترفته انا ايه اقترفته انا ندير الناس يعتذروا لي باسكو عندي بزاف الناس ما اعتذروش. اعتذرتي انا اعتذر انا ولا غلطت انا ناكد لك 100% بلي انتي والله كي نعرف روحي غلطه نعتذر، بصح كي نعرف روحي صح ندير غلطه غلطه نخطا كي نحوس من واي يو اولويز لا انا خير انت قلت لي خيري روح انا في 10. السؤال الاخير لا 10 اسئله برك روح الف بين الحقد او المسامح. المسامح بي ربعة بي مسامح هي. والآن إليكم نتيجة اختبار، لو خيروك اعتمد اعتمادا على اختيارك اختيارات سيارة. إذا كان اختيار برك نوريكم نتيجة باللي أنا خيرت 5 مرات الأ وخيرت 4 مرات البي رح إذا كانت اختياراتك أ أكثر من بي أي أ أكثر من بي مش معناته فأنت شخص يميل إلى الوحدة والعزالة، والوحدة هي شعور قوي بالفراغ والعزلة، وفي حالة شعور الشخص بالوحدة فهو أكثر من الشعور بالرغبة بفراغ أو الرغبة بفعل شيء مع شخص آخر، والوحدة هي الشعور بكونك مقطوع من الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم مش حاب ندير الوحدة والشعور بالوحدة. أنت شخص أميز ما استخرج بيه. أنت شخص يميل إلى الوحدة والعزلة. صح يعني من الصباح للعشية وأنا وحدي شغل نهبط غير شوية ساعة ساعة ونهدر شوية برك. بصح من الاحسن واحد ما يكثرش على الناس يكون خفيف ظريف. يو ار لونلي جيرل اذا كان اختيارك بي اكثر من او هذوما اللي شاركوا معنا اللي خيروا هني او يقول لكم فانت شخص اجتماعي. الشخص الاجتماعي هو الشخص القادر على خلق علاقات مع الافراد المحيطين به، فهم ناجحين جدا في عملهم لان قادرين على خلق جو من الفكاهه والخفه في مكان تواجدهم، كما ان يتمتعون بحب الناس لهم ويقدرون ظروف الاخرين. مابنيش ناس لفائده اصبر خليني نكمل. لذلك فهم محاطون بالعديد من الاصدقاء. ليسونسي انا معايا ايون انسان ما نحتاج اصدقاء نحتاج انا فامي وميرسي بوكو كي شاركت معايا اليوم في الفيديو راك عاونتني باسكو انا بلا بيك ما قدرتش ندير لا فيديو ما نقدرش. يور ويلكم وتهلاو في روحكم ومره الجايه نزيد ندير لكم فيديو اخر و باي باي و تيك كير. قولوا لهم شو ديروا في الفيديو سبسكرايب ولايك و درونا استخدام باي باي.